يعطيكم العافية. أنا دكتور خالد حرب، إن شاء الله راح أكون معكم في مادة الباثولوجي. طبعاً الباثولوجي هي study of disease، يعني دراسة المرض. فأنا كلمة باثولوجي، الباث معناها اللي هي disease أو المرض، والأولوجي اللي هي study. فباثولوجي إذن the study of the disease. طبعا الباثولوجي في بيكون عده مفاهيم تحتها، اوكي، يعني عده مصطلحات. مثلا بنلاقي مثلا انه الايتيولوجي اللي هي the study the cause of the disease، اللي هو سبب المرض، ايش الاشياء اللي ادت للمرض، الاسباب. then the etiology. when we say pathogenesis اللي هو كيف صار في الديفلوبمنت تبع هذا المرض، كيف المرض اتكون وصار وكيف جرى هذا المرض. بعدين عندنا مورفولوجي من الشكل، اذا ايش هي الابنورمال اناتومي اللي راح تظهر وكيف الشكل اللي راح يصير بعد حدوث هذا المرض. بعدين عندنا كلينيكال اكسبريشن، عند الكلينيكال اكسبريشنز اللي هي الأعراض اللي بتظهر على هذه المريض، أو إنه كيف يظهر هذا المرض على المريض. في مثلا عندنا كمان الدياجنوسيس اللي هو التشخيص، أوكي، إنه كيف إحنا بنشخص هذا المرض. الدياجنوسيس. في عندنا البروجنوسيس اللي هو the outcome of the disease، إيش يطلع بعد من هذا المرض. يعني نيجي نحكي انه هذا المرض البروجنوسيس تبعه جود، يعني انه التنذير بالعربي معناه بروجنوسيس انه جيد، باد معناه انه سيء، يعني الاوتكم راح يكون سيء، يعني ممكن تكون في حالات الوفاة مرتفعة، وهكذا. هذا هو البروجنوسيس. طبعا عندنا بالنسبة للديسيز الباثولوجي اوف ذا ديسيز، فعندنا الانترودكشنز. cells are in hemostasis. cells بيكونوا في balance، في توازن، في توازن طبيعي، okay، with the extracellular and respond to changes in the environment. هسا بكون في عنا إحنا في الانفايرمنت أو في البيئة المحيطة بهذه الخلايا، ممكن إنه يكون في عنا مؤثرات تأثر على هذه الخلية. إذا كانت هذه المؤثرات ممكن إنها تأذي هذه الخلية لحد معين، أو إنه هذه الخلية ممكن إنها تعمل adaptation، إنها تحاول إنها تتكيف مع هذه التغييرات. فعنا أول مصطلح من ناخده نبدأ فيه اللي هو adaptation. إذن is the cellular response to prolong stress. إذن أنا في عندي مثلاً، عندي أنا مثلاً خلايا اللي موجودة في الرئة، خلايا مثلا كوبويدال هاي او كلونر هي مثلا، واحد بيدخن، فهذا ستريس بيجي على هذه الخلايا. هذه الخلايا حتى انها تقدر تتعامل مع هذا الستريس المستمر بتروح بتغير بشكلها حتى انها تقدر تستحمل هذا الستريس، فتتغير مثلا من كلونر لكوبويدال، من عموديه لمكعبه، وهكذا. هذا اللي هو اسمه الادابتيشن. اذا عندنا الكونسبت اوف ديزيز، انه احنا بيكون في عنا اذا اجاء مؤثر على الخليه، ان كان هذا من الانفايرمنت او كان كونجنيتال او كان ايش ما كان المؤثر، هنا الخليه راح تتجاوب بانها تحاول انها تعمل ادابتيشن وتتكيف، والا اذا ما قدرت تتكيف ممكن هذا يؤدي انه يصير فيها انجري، ويصير فيها مثلا تؤدي لوفاه هذه الخليه، انها تموت، يصير فيها نيكروسيس. إذا أول إشي إحنا نتكلم عن الـ changes، الـ adaptation. ممكن يصير في عنا إشي تغيير في هذا الشكل الخلايا، ممكن يصير في عنا hypertrophy تكبر، يعني أنا عندي مثلاً عضلة وأجي في الشخص هذا بيعمل تمارين، فحتى إنها تستوعب هذا التمرين اللي أجى زيادة عليها اللي ما كان متعودة عليه، فبتكبر هذه العضلة فبصير فيها hypertrophy. زي القلب مثلاً في حالات الضغط، لما يكون القلب الشرايين صار فيها شوية تضيق وبحتاج انه يضغط الدم لحد ما يقدر يعمل السيركوليشن ويرجع الدم مرة تانية للقلب، فهون بحتاج جهد اكبر.
هسه لما صار اذا ارتفع الضغط عند هذا المريض، لما يرتفع الضغط عند هذا المريض وصار حاجه القلب اكثر، هنا العضله بتروح بتتكيف وبصير فيها ادابتيشن وبصير لها هايبرتروفي، فبكبر حجم القلب. اوكي، هذا برضو نوع من الادابتيشن، لكنه مش انه ادابتيشن كويس يعني. طبعا ممكن يصير في عندنا اتروفي، احنا شيء يصير في ضمور هذا الشيء. اوكي، ممكن يصير في ميتابليشيا. ميتابليشيا اللي هي تغيير الشكل، زي ما حكينا من كولومنر لكوبويدال شكل الخلايا. اما اذا كان انا ما في عندي قدره لهذه الخليه انها تستوعب هذا الستريس اللي اجاها او هذه الانجري اللي اجتها، فهون ممكن انه يصير في عندنا اللي هو الانجري والدث. عندنا الدث احنا في الخلايا موجود، في عندنا خلايا موت طبيعي اللي هو ابتوسيس، وفي عندنا موت نتيجه ستريس او تروما اللي هو نيكروسيس. السيل انجري او اللي هو انه يتعرض للاذى في الخليه، السيل انجري if the cell ability to adapt over tax هسه ما مش قادر تتحمل cellular injury result. Initial cellular injury may be reversible، ممكن يصير في عندنا احنا تغييرات على هذه الخلايا وتكون reversible تصير، ولما يرتفع ستريس انها ترجع وتطيب وترجع لحالتها الطبيعيه، وممكن يكون irreversible. اوكي، irreversible لانه خلص هذا الدمج اللي صار for good، it will not end, it will not go back to its previous state. Okay, but in face of prolonged or severe stress, the damage become irreversible. وهذا اللي زي ما حكينا there are two forms of cell death. عنا اللي هو necrosis اللي هو تموت الخلايا هذا، وفي عنا كمان اللي هو apoptosis اللي هو programmed cell death. Programmed يعني هو بيكون هيك، مثلا عنا الخلية الحمراء كريات الدم الحمراء بتعيش 120 يوم، لما يوصل عند 120 يوم بيصير عندها اللي هو البروجرامد سيل ديث، وبصير لها الابتوسيس وبتموت وبشيلها الجسم وبينتج بدها. في عندي نكروسيس، هاي في عندي مثلا خلايا تعرضوا لاذى، وقتها بصير بتبدا التشينجز، مثلا بصير في عندي سويلينج في الاورجانيلز، بصير في عندنا الكروماتين، بصير في عندنا كوندنسيشن فيها، وبتبدا التشينجز شوي شوي تتغير، ديسوليوشن اوف ذا اورجانيزم، بتبدا تتحلل وتنحل المكونات الخليه، بعدين بصير لها انها بتصير ديزولفد، ما يصير عندنا سيل لايسز تنحل، وبتبدا تشتغل الفاجوسايتس الخلايا الاكله الخلايا البيضاء، وبتبدا تشيل هذه السيلز. لكن لو نشوف الابتوسيس بنلاقي انه المكان كان بروجرامد، والموت تبعها وشيل هذه الخليه كان مور اورجنايز ونضيف. واحد في الابتوسيس انه بدا هون عندنا بالجنكشنز الانترسيلولار جنكشنز، هي اللي بدات صار يصير في عندها لايسز، بدات تفلت وتبعد، وانه الجسم بده يشيلها من غير ما تتاثر الخلايا اللي جنبها، وبتبدا تنحل وبيبدو الخلايا اللي جنبها ياخذوا مكانها وتنشال شوي شوي، بحيث انها تروح من غير ما يكون في اي ضرر على عندنا السيل انجري اللي هو الاشياء اللي ممكن تؤدي للسيل انجري. اذا الكوزز اوف سيل انجري انكلود اوكسجين ديفيشنسي، نقص عندي انا كميه الدم على منطقه، صار فيها هايبوكسيا، وهون ممكن انه يؤدي هذه لانه يصير فيه اذى في هذه الخليه. اذا كان هذا برولونج، اذا كان طويل نقص الاكسجين ممكن يؤدي للنيكروسيس، لكن قبل النيكروسيس هون صار في عندي اوكسجين ديفيشنسي فصار عندي هايبوكسيا اسمها. وجود الفري راديكلز، الفري راديكلز اللي هم الشوارد هذه اللي ممكن انها تتحد مع هرمونات، تتحد مع انزيمز، بحيث انها تغير شكلها وتبطل تصير فانكشنال. اوكي، فمثلا انا يكون مثلا عندي الهيدروكسيل جروب الاو اتش، ممكن يكون عندي الاكسجين، كل هذول اسمهم الهيدروجين بيروكسيد، يعني هذول اسمهم فري راديكلز، لازم يكونوا متحدين، عشان هيك عم ناخذ انتي اوكسيدنت
ناخذ مثلا زي فيتامين اي او المأكولات اللي فيها مضادات الاكسده حتى ما تكون هذه الفري راديكلز اللي موجوده تتحد معها وما يصير في عندنا شيء يسبب اذى للجسم. ممكن يكون في عندنا لسبب الانجري فيزيكال او كيميكال ماده عملت مخرج ككيميكال او فيزيكال اي اذى او ضربه هذا يعتبر فيزيكال. بيولوجيكال ايجنتس زي اللي هم بيولوجيكال شيء حيوي يعني السيتوكينز الأونكوجينز الأشياء اللي هي الانتريوكينز الموجودة بتنفرز من الجسم وبتكون بتعمل نوع من الأذى. الألترا ستراكشرال ساينز أوف سيل إنجري. ألترا ستراكشر يعني الأشياء اللي بتكون ظاهرة على كساينز أو كعلامات للسيل إنجري. هذه الساينز بتكون موجودة في الريفرسبل وفي الريفرسبل سيل انجري زي مثلا سيلولر سويلينج انه انتفخت الخليه فهذا بتكون هذه موجوده في الريفرسبل والريفرسبل اثنين بتكون موجوده. اوكي السويلينج هون بيكون صار في عندي ديمينيش للاكشن خف الاكشن تبع الصوديوم بامب احنا بيكون في عندنا الخليه بيكون عندها طاقه معينه بتقدر انها تعمل صوديوم بامب تطلع الصوديوم لبرا وبدخل مكانه البوتاسيوم هون بتبطل تقدر تعمل هذا الخليه فبزيد كميه الاملاح اللي فيها فبالتالي الووترز المي بتدخل لها لجوا بخاصيه الضغط الاسموزي وبتنتفخ الخليه. في عندنا الميتوكوندريال سويلينج الميتوكوندريا بتنتفخ وهذا نتيجة انه بطل صار في عندي اللي هي عملية الايروبيك ريسبيريشن. اوكي فانه ما في قدرة على التنفس الهوائي لانه احنا عندنا نقص في الاكسجين مثلا هون بعدين داخل الخلية برضو بصير في عندنا دايلاتيشن و ديجرانيوليشن دي يعني جرانيوليشن هي الجرانيولز الريبوزومز اللي موجوده دي جرانيوليشن انشالت اوكي دايلاتيشن توسع فهسه هذا الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بتروح منه الريبوزومز فبيبطل يقدر يصنع اللي هو البروتين. مع هذه الاشياء بصير في عندنا الاوتوفاجوسايتوزيس بيبدا الخليه انها تنجست تبتلع اللي هو الدمج اورجانلز المكونات اللي خربانه فيها. فهذه هي الالترا ستراكشرال اشياء بتكون كبيره وواضحه زي حكينا سويلينج للسيل وبعدين كمان عندنا ميتوكوندريال سويلينج عندنا دايلاتيشن وديجريديشن وديجرانيوليشن اوف ذا اندوبلازميك ريتيكولوم وعندنا الاوتوفاجوسايتوسيس. كنا اشياء بنشوفها بس بالريفرسبل ما بيشوفها بالريفرسبل بس بالريفرسبل اللي هي بتصير وما بترجع زي عندنا مثلا سيل ممبرين رابتشر اذا انفجرت السيل ممبرين فهذا ما راح يرجع مره ثانيه الخليه هاي نو واي انها ترجع مره ثانيه. النيوكلير تشينجينج داخل النيوكليوس بتصير انه الكروماتين بتغير وهذا بيعمل في عندنا عده اشكال يعني معنا بيكنوسيس هون بكون نيوكلير كوندنسيشن تجمعوا وصار مركز او كاريوليسيس هون عندنا اللوس اوف نيوكلير النيوكلير نفسها كروماتين تبعها اختفى اوكي او كاريوركسيس هون ركسيس اتدمرت اتفتتت فبصير في عندنا نيوكلير فراجمنتيشن بصير اجزاء بيكونوا بنشافوا في الريفرسبل يعني اذا احنا فحصنا خليه تحت الميكروسكوب ولقيناها انه في سيل ممبرين رابتشر او عندنا في نيوكلير تشينجينج فبنعرف انه هذا irreversible changes. اوكي اليوم راح ناخذ لعند هون المره الجايه بنبدا بالسيل ديث وحتى انه ان شاء الله يكون في عندنا كويز يوم الخميس ونشوف كيف حتكون دراستكم ونشوف كيف اول محاضره معكم ويعطيكم العافيه.